مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوكولا للعيد. ان شاء الله كل عيد وانتو الجميع سالمين يا رب. شوكولا كتير رائعة طيبة وناجحة، ان شاء الله بتنال اعجابكم بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بندق، هيدا البندق فينا نحمصه بالفرن، وكمان فينا نستبدل البندق بلوز بجوز بفستق حلبي. منحمصهم بفرن حامي على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. بحطهم على ورقة الزبدة. هولي حمصتهم بالفرن أخدوا معنا 5 دقايق. هلأ بحطهم على جناب على المجلى ليبردوا، برجع بكفي طريقة الشوكولا أنا وياكم. بعد ما حمصنا البندق هلأ عنا الشوكولا. عندي أنا الشوكولا الخام المرة دارك شوكليت، وفينا بدون هيدا الشوكولا نجيب الشوكولا الحلو ما في أي مشكلة، بس أنا حبيت استعمل هيدا الدارك شوكليت. هلأ بدي كسرهم وحطهم بالجات لندوبهم على البخار. بسم الله. طريقة التدويب، عندي مي مغلي على الغاز وبحرك بالشوكولا بهيدا الشكل، بستمر بالتحريك عشان يدوب عنا الشوكولا. شايفين بلش الشوكولا يدوب، بس انا بستمر بالتحريك ليدوب عنا الشوكولا بالكامل. الشوكولا مندوبها على درجة حرارة وسط، عنا الغاز أعلى شي على درجة حرارة 6، حطيت الغاز على درجة حرارة 3. هلأ منطفي الغاز ومنكفي. منضيف البندق. هلأ منحطه على ورق الزبدة. بس حطينا الشوكولا على ورق الزبدة بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. هول الشوكولا بعد ما حطيتهم بالبراد نص ساعة، هلأ بدنا نغلفهم. إذا حبيتوا بتغلفوهن بورق خاص للشوكولا. بهيدا الشكل كتير رائعين، شايفين عملنا كمية كتير كبيرة من 300 جرام شوكولا. هول الشوكولا اللي عملتهم أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.